اليوم يقوم معلمي ومعلمات الأونروا في أكثر من 700 مدرسة باستخدام رزمة أدوات المعلم لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مدارسهم، وسيستمر هذا الرقم بالتزايد ليشمل جميع المعلمين والمعلمات في مدارس الأونروا. رزمة حقوق الإنسان بالنسبة لي كتير كانت مهمة، لأنه تجعل المعلم يعمل لشرح حقوق الإنسان داخل غرفة صفية بوعي. منذ فترة زمنية كنا نستخدم حقوق الإنسان داخل غرفة صفية، إلا أن رزمة الأدوات وفرت مرجعية شاملة للرجوع إليها، لا سيما أنها تعمل على توفير أنشطة متنوعة تناسب المراحل العمرية المختلفة. نجد أنها خاطبت الأطفال بلغتهم، ثم انتقلت إلى المرحلة العمرية المناسبة لهم أكثر، كما أنها تمتاز بمرونة تجعل المعلم يتعامل معها بحرية، حيث أنه يستطيع إكساب النشاط إضافات التغيير عليه، بما يجعل هذا النشاط ممتع لجميع الطلبة. أعتقد أن الفرق الأساسي الذي تضيفه رزمة حقوق الإنسان الجديدة هو أنها تمكن الإدارة، تمكن العاملين، تمكن الطلبة من معرفة مستوى تطبيقات حقوق الإنسان في المدرسة، من معرفة المكان الذي نقف فيه في استخدامات ومعايير حقوق الإنسان، وبالتالي ننطلق نحو التغيير والتحسين. أطمح أن تصبح الطالبات على وعي أكثر بمفاهيم حقوق الإنسان وقادرات على استخدامها قولاً وفعلاً، كما أطمح على نقل حقوق الإنسان إلى داخل المجتمع المحلي. رزمة حقوق الإنسان مفيد كتير، وصلت لنا أمور من خلالها سلطنا الضوء على ممارسات إيجابية لدى الطلبة وممارسات سلبية، وهي بتساعدنا على أنه إن شاء الله نعزز الممارسات الإيجابية ونقلل من الممارسات السلبية لدى الطلبة، حتى نتوصل بالآخر لبيئة مدرسية مطبقة لحقوق الإنسان وواعية بحقوق الإنسان ولاغية للأمور السلبية. رزمة حقوق الإنسان هي وسيلة ساعدت المعلمين على أنهم يعرفوا حقوق الإنسان، يتعرفوا عليها بشكل أفضل مما كانت عندهم من معلومات، ساعدت المعلمين على أنهم يطبقوا حقوق الإنسان داخل الغرف الصفية، ينقلوا التربية على حقوق الإنسان داخل الغرف الصفية في العمليات التعليمية، وبالتالي هذا رح يأثر بشكل إيجابي على المدرسة، بحيث تنتج عنا بيئة مدرسية مطبقة لحقوق الإنسان وواعية بحقوق الإنسان. كمان أثرت بشكل إيجابي على الطلاب، شجعتهم وجعلت الطلاب أكثر وعي بحقوق الإنسان، أكثر وعي بحقوقهم، طبقوا ممارسات إيجابية، صاروا واعيين بهويتهم، عملت عندهم وعي بحقوق أيضا الآخرين، وبالتالي صارت علاقاتهم أفضل بالمجتمع المحلي ومع الأطراف الآخرين. هذه الرزمة تميزت عن غيرها من المشاريع بأنها تمتاز بالمرونة والمشاركة من قبل جميع الطلبة، كما أنها أضافت جو من المتعة والمرح، حيث كان هذا التعلم وهذه الأنشطة من خلال اللعب، مما يجعل الطالب مستمتع أثناء قيامه بهذه الأنشطة. وعندما تقوم بتطبيق أنشطة الرزمة في الصف، تأكد من أن تعطينا رأيك ومقترحاتك، وذلك من خلال تواصلك معنا على بريدنا الإلكتروني hrcrt@unrwa.org. تعليم أطفالنا حقوق الإنسان هي واحدة من أهم الأشياء التي نقوم بها في مدرستنا. إنها ليست مهمة فقط، بل ممتعة أيضاً، ممتعة جداً.